الشهيد سليمان إلياس أحمد. أبصر الشهيد سليمان إلياس أحمد في مدينة الموصل، اضطر إلى ترك الدراسة في عام 2001 ليعمل كاسبا، فتطوع في صفوف الجيش العراقي للدفاع عن الوطن والمقدسات، فتوسم بوشاح الشهادة ضحية انفجار سيارة مفخخة في عام 2004 ليلتحق بركب الشهداء رحمة الله على روحه الطاهرة. أيها الشهداء سلام، يا أيها العظماء.